الحقيقة ما في وضوح بالنسبة للمستقبل. وخليني زيد عليهم لأنه أيضا مرق بسياق حديثك الكلام عن الولاية 52 الأمريكية كمان يلي حكيت عنها أن هذه المنطقة تصبح ولاية 52. هلأ بلش فيها بشكل قصير. أنا أول واحد طرح الموضوع ولحديت هلأ ما حدا طرحه. أنا مع هذا الموضوع لسبب وحيد، لأنه هيدا بيعمل الدولة الواحدة بدون ما تكون دولة فلسطين، ولاية فلسطين، ولاية فلسطين إسرائيل ما عاد مهم. طالما أنه هيدي الولايات المتحدة معناتها صار الفلسطيني فيها، وأن كان حقوقه شوي منقوصة مثل ما كان الأسود بأمريكا وشوي المهاجرين، ولكن بيصير بالنهاية موجود بأرضه بدولته أمريكاني، ما حدا قاعد عم بتمقطع فيه. هاي ما حدا بيقدر بدون السلطة الفلسطينية، بدون تغيير السلطة الفلسطينية وإعادة وضع نظام جديد للسلطة وللعمل الفلسطيني اللي بدهم يشتركوا فيه كل التنظيمات بما في ذلك حماس. هلا العسكر اوكي بيروحوا محل تاني، ولكن بدك سلطة جدية. هذه السلطة مع الوقت يعني راح تأثيرها وراحت قوتها، وأبو عمار راح، وبالنهاية مع الأسف اشتغلوا ببعضهم وتنازعوا السلطة داخل فتح وداخل السلطة الوطنية الفلسطينية والمؤتمر الوطني الفلسطيني ومع حماس، وقتلوا بعضهم بغزة، ووصلنا لهذه المرحلة. مشان هيك حتى في يأس من قصة السلطة الفلسطينية انه تخلي حدا يجي يحل محله، ويمكن إسرائيل ما لها محل، لأنه إسرائيل بالموضوع الأمني استفادت من السلطة الفلسطينية بكثير من المراحل. لذلك هذا موضوع القصة الفلسطينية صعب. موضوع صعب وطويل الأمد، ولكن يلي بيظن بعد اللي صار بغزة، يلي بيظن أنه هاي بتبقى 100 سنة بعد لقدام، بيضل الصراع 100 سنة لقدام، وكل 10 سنين و15 أو 20 بيصير شيء أكتر من اللي صار بغزة. للأسف للأسف. خليني روح هلأ إذا بدنا نفوت نحكي عن اليوم الثاني، اليوم التالي في إسرائيل. بدها شرح كتير، بس فيك تختصر لي إياها بجملتين؟ إذا بصير في هدنة أو وقف نار، الوقف نار أكيد، بس يصير وقف نار في انتخابات عامة بإسرائيل. نعم. ما في وقف نار، في هدنة ممكن تتحول لوقف نار، ممكن يصير في انتخابات. رغم أنه شعبية نتنياهو مثل ما حكينا رجعت ازدادت، ولكن بعدها لحد هلأ استطلاعات الرأي بتقول أنه اللي ضد نتنياهو رح ياخذوا أكتر منه ومن اللي كود بالانتخابات. وبالتالي ما في يعني مش ميؤوس من انه نتنياهو بعد هاي الحفله يطلع، بس المهم انه نوقف هون بغزه، ونوقف هون بلبنان لحتى يبدا البحث بالشغلات الثانيه، وبالتالي مع ناس جداد باسرائيل، مع الامريكان، يعني مع انه تاريخ الامريكان بالتعامل مع الفلسطينيين ما كتير بيشجع، لانه دائما بالنهايه بيصبوا عند اسرائيل، بس مصلحة إسرائيل فوق أي اعتبار. بس ما عاد فيه يعني صاروا إسرائيل ممكن تخربط النظام الإقليمي الجديد اللي عم تشتغل عليه أمريكا، مع أنه أمريكا تركت لها موقع رئيسي فيه، ولذلك بدنا ننطر لنشوف بهالموضوع. يعني بترجع بتثبت النظرية يلي قلتها على هذه الطاولة وكتبتها من قبل أستاذ سركيس، يلي هو هدف أمريكا إسرائيل مستقرة وآمنة وإيران منضبطة. رجعت على نفس النظرية. نفس هلا أنت تذكرتيني فيه، كنت عم فكر فيه من يومين. أهم شيء هيدا بدل الأمريكاني عارف شو بده. إسرائيل مستقرة لأنه بيعرف وآمنة لأنه بيعرف أنه في خطر عليها دائم بالمنطقة، وبيعرف بنفس الوقت أنه إسرائيل ما فيها تمشي غصبا عنه وقت اللي بيقرر. أما المنضبطة لأنه بيعرف أنه إيران دائما تسعى إلى تكبير دورة، حتى لو عملت تفاهمات معينة مع القوى الكبرى في العالم، لأنه طموحها كتير كبير. وقيل فما في قدرة على ضبط، وقيل ما في قدرة على الضبط. خلوني يكذبوني إذا، لأن ممكن يكون الكلام. حدا بيقول لي من المطلعين لما الله يرحمه ياسر عرفات راح وشاف الإمام الخميني بالجزء من الحديث، وهذا عم بنقله بدون خلفية وما بعتقد، ما بعرف إذا صحيح 100% ولا لا، مع أني بوثق باللي قاليه، إنه هذا العالم العربي الإسلامي مرق
حكموا الأكراد أو تحت سيطرة الأكراد، صلاح الدين الأيوبي والقدس وكذا، والعثمانيين وكذا والعرب وكذا. طيب ما بيطلع للمسلمين الإيرانيين دور أنه يكون لهم كلمة أساسية في هذا العالم الإسلامي العربي؟ هيدا هون فتحت لنا نقاش طويل عريض، مش وقته هلأ. لا طبعا مش وقته أبدا هلأ. سريعا هلأ حيقتلونا البرامج.